طيب احمد، برضه عايز اعرف منك، يعني انت من صغرك بتميل اكتر للابتهالات والاغاني الدينيه والانشاد، ولا ده حصل مثلا في تحول على الكبر؟ وكمان مين اللي حببك في ده اكتر؟ انا بصراحه كنت بسمع يعني طبعا الشيخ الجميل نصر الدين طبار والشيخ النقشبندي يعني رحمه الله عليه. فطبعا الناس دي بصراحه اي حد يسمعهم هم عمالقه طبعا، بس اكيد انا بحب بصراحه، هم دول اللي خلوني برضو احب الحاجات الدينيه. انا سمعت منهم يعني بقول حاجات للنقشبندي والكلام ده، فربنا سبحانه وتعالى يعني نفسي في يوم من الايام ابقى حاجه كويسه ان انا اقدم فن يعني يبسط الناس يعني في المجال ده يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب احنا حابين نسمع حاجه، احنا قلنا يعني كده انه قعدتنا دي هنسمع فيها حاجات ظريفه. طيب. بس قبل ما نسمع خلينا نشوف حته من الاغنيه اللي انت عاملها وبعدين نرجع نسمع حاجه حلوه. يلا بينا. والله يا احمد يعني انت برضو ايه بتحاول تعمل روح حلوه لشكل رمضان طبعا المعتاد بتاعنا واغانينا الجميله اللي دايما مرتبطه بالشهر ده، حتى زي ما انت قلت من شويه يعني الانشاد وحتى برضو بعض المشايخ بتوعنا والمتهلين يعني كلهم مرتبطين دايما برمضان، غير كمان برضو بعض المطربين التانيين اللي هم برضو ليهم علامات طبعا اخرى في رمضان. يا ريتني اكون حاجه صغيره كده منهم يعني. قول لي يا احمد، يعني صدى الاغنيه دي معاك عامل ايه؟ يعني شايف الاغنيه دي الحمد لله يعني بصراحه يعني عملت صدى كويس يعني معاك بشكل كبير على السوشيال ميديا؟ يعني هي عملت حوالي يعني رفعتها في يعني في حوالي اسبوعين قبل رمضان يعني لسه في الايام دي، عملت حوالي 500,000. فلقيت رد رقم فعل كبير برضه. وبعدين لقيت رد فعل ان في ناس بتبعت لي فيديوهات وهي اطفال صغيرين بيغنوها، فبسطت يعني قلت يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعني الحاجات دي برضو بتبقى يعني الروح المعنويه دي اهم من اي حاجه من الفلوس، التقدير المعنوي. فلقيت الناس اتبسطت جدا يعني. حلو جدا. طيب